بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء، نتواصل مع انطلاقة الشوط الرابع في مجموع أشواط هذه الليلة من الأشواط المفتوحة، وهذا هو انطلاقة الشوط الثاني للثنايا قعدان، أشواط مفتوحة ومن يرغب بالمشاركة. أيها الأخوة الكرام، انطلاقة سليمة وموفقة بجهود من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود إخواني في اللجنة المنظمة برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير على ما يقدمون من جهود جبارة. وأذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط بركان أحمد بن خلف المناعي، يقود بركان المركز الأول، وحذاري من البركان، حذاري من البركان ومن فوهة البركان الخطيرة. النقلة والدور، دور المركز الثاني، من أخذ ينطلق وينافس بركان اللي في المركز الثاني هنا المتحد ناصر بن مبارك بن حباب الهاجري في ثاني المراكز بركان، ويليه في المركز الثالث مشوش جابر بن سالم بن مهيرة في ثالث المراكز، ونقلة إلى رابع المراكز. ننتقل مع مصورنا ومخرجنا العزيزين إلى المركز الرابع لأرى في رابع المراكز رياض لسعيد بن حمد بن لزيوح، يحتل رياض المركز الرابع ودخول على رياض ومنافس قوي على خامس المراكز اللي من الجانب الآخر. عجلان لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني التضمير مع علي بن حمد بن جرحب المري، وغير عجلان وانطلق إلى رابع المراكز، بينما رياض لحمد بن سعيد بن لزيوح. يلا يا بن لزيوح، أشواط مفتوحة وأشواط قوية، وخبرني يا بن لزيوح أخبار إنجادي وعلومه في خامس المراكز رياض في هذا الشوط، وهذه الأسماء وهذه المراكز وهذه الأعداد. وأخذ شعار بن مهيرة ينطلق ويتسلل، يا سلام يا سلام يا سلام، بدأ الرقص وبدأ الانطلاق وبدأ التنافس من هنا بهذا الحضور الجماهيري المكثف، وبحضور إخواننا الكرام من جمهورية ليبيا الشقيقة. فمرحبا باسم اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، ورحبوا نيابة عن اللجنة بهذا الحضور المشرف، وأيضا نيابة عن سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني بهذا الحضور المشرف لإخواننا من الجمهورية الليبية الشقيقة، ونتمنى لهم السعادة والتوفيق هنا على أرضية مضمار الشحانية الذي يرحب بكل الضيوف من كافة دول الخليج العربي والدول العربية الشقيقة. ما زالت المقدمة تحت أقدام وتحت أظلاف وأخف مشوش، من ينطلق مشوش جابر بن سالم بن مهيرة المري، يقوده بن مهيرة، يقود هذا المشارك، يقود هذا الثني في هذا الشوط القوي وأشواطنا قوية. النقلة والدور، دور عجلان في ثاني المراكز، عجلان عجلان يا سلام يا عجلان يا سلام، انطلاقة عجلان لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن خليفة الثاني التضمير مع علي بن حمد بن جرحب المري، يقوده الموهوب في التضمير. ننتقل انتقاله إلى ثالث المراكز، وأول نداء لشاهين لسعيد بن محمد بن طفلة، بن طفلة يتواصل في هذا الشوط مع شاهين سعيد بن محمد بن طفلة. يلا يا أبو علي شد الحيل، شد الحيل مع شاهين، من ينطلق ويقتنص المركز الثالث ولا يرضى بن طفلة، لا يرضى إلا بالمركز الأول. النقلة والدور، دور المركز الرابع، يا سلام المختبر لمحسن بن راشد المستور، يتواصل شعار المستور على رابع المراكز ونقله إلى خامس المراكز. أرى الدخول من ممدوح لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وممدوح خطير التضمير مع عبيد بن شينان، يتسلل ممدوح وينطلق إلى رابع المراكز، ورياض يصل ويتسلل رياض مع حمد بن سعيد بن لزيوح لينتزع المركز الخامس انتزاعا، والعودة إلى عجلان، العودة إلى التغيير، وانطلاقة عجلون. يلا يا الموهوب، يلا
يلا يا الموهوب، يلا المركز الأول، كل المضمرين والملاك يتمنونه. حافظ يا الموهوب على انطلاقة عجلان وعلى تقدم عجلان وعلى أيضا فوز عجلان. ما زال عجلان يحمل لواء المركز الأول ويتقدم وينطلق بخطى ثابتة إن سمحوا له المشاركين في هذا الشوط. وأرى شعارات خلف الخمس وتنطلق بقوة خارقة. المركز الثاني مشاهدين الكرام ممدوح لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والتضمير مع عبيد بن شينان. المركز الثالث شاهين لسعيد بن محمد بن طفلة يتواجد في ثالث المراكز. ورياض بالزيوح رياض بالزيوح ينطلق في رابع المراكز. وخامس المراكز أيها الأخوة، أول نداء في هذه اللحظات للزعفران، وتعود ملكية الزعفران لمن؟ لوجب بن بندر العتيبي، ضيف عزيز عاني من المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الشوط. وجب بن بندر العتيبي مع الزعفران والعودة إلى عجلان لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن خليفة الثاني. وانطلق أيضا ممدوح وعجلان أصحاب السمو والشيوخ في هذا الشوط، ومنافسة قوية. أهالي الشحانية ولا أهالي دبي في هذا الشوط؟ أهالي الشحانية ممثلين في عجلان، وأهالي الإمارات ممثلين في ممدوح. يا سلام، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو اللي تكرم بعده الذلل أو تهان، كيلو الامتحان. يا سلام يا كيلو الامتحان. وانطلق عجلان دفع ذاتي وانطلاق مع شعار سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن خليفة الثاني وعلي بن حمد بن جرحة في التضمير. بينما المركز الثاني ممدوح يا سلوم، يا ممدوح الخوف، يا عجلان الخوف، يا مضمر عجلان من ممدوح بن شينان في المركز الثاني مع سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وعجلان الخوف من ممدوح وعجلان. ومعركة طاحنة، معركة قوية على انتزاع ناموس الشوط. يا سلوم، ممدوح ينطلق في ثاني المراكز، ولكن عجلان يا سلام يا عجلان ما سلم عجلان واحتفظ بالمقدمة وهو الأقوى عجلان. إذا عجلان مشاهدينا الأعزاء ينتزع نقطة هذا الشوط. سلام 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 لراعي هذا الشعار ولمالك هذا الشعار ولمحبين هذا الشعار سعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن خليفة الثاني، والتهاني لعلي بن حمد بن جرحب الموهوب. يا سلام، يتفنن الموهوب في هذا الشوط، وقدرات الموهوب وإمكانيات الموهوب، مضمر من الطراز الممتاز ومبدع الموهوب. وتهانينا لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن خليفة الثاني. مشكور يا الموهوب، مشكور على هذا التضمير وعلى هذا الأداء الممتاز. لحظات الوصول، المركز الثاني ممدوح لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الثالث لوجب بن بندر العتيبي. إذن المركز الرابع رعد لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد المعلى. المركز الخامس، خامس المراكز المتحد لناصر بن مبارك بن حباب الهاجري. وأذكر بأن المركز الثالث دخول جماعي، سأتأكد من خلال الإعادة بالتوقيت الزمني. مشاهدين الأعزاء، لحظات وصول عجلان إلى خط النهاية، قاطعا مسافة الخمسة كيلومترات 8:29 وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ محمد بن عبد الله بن خليفة الثاني، وتهانينا لعلي بن حمد بن جرحب المري على فوز عجلان بانتزاع ناموس الشوط. المركز الثاني ممدوح اللي قدم عرض يشكر عليه 8:32 بالوفاء والتمام. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وتهاني لعبيد بن شينان المضمر. المركز الثالث ما بين، إذن المركز الثالث الزعفران قطع المسافة في 8:37 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لوجب بن بندر العتيبي.